السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع الشيخ الغلباوي الصوفي، شيخ جريدة الدار اليومية السودانية، ودي جريدة الدار بتاريخ الثلاثاء 12 سبتمبر 2017، الصفحة 9، جايبين الشيخ الغلباوي الصوفي يقول الآتي فيما قال حقه، ودي من أكثر بل هي أكثر صحيفة تقريبا الناس بيشتروها نسبة لما تحتوي عليه من الشمارات والكلام الفارغ. طيب، قال عثمان الغلباوي الصوفي، قال: ولنعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر أول المتصوفين. ده عثمان الغلباوي الصوفي قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أول صوفي في الأمة، والكلام ده كذب على الله سبحانه وتعالى، وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كذب واضح، كذب أصلع، ما محتاج لرد كثير. لكن الرد عليه من كتاب الله، قال الله سبحانه وتعالى، أو ده كلام ودي جريدة الدار ذاته، ربنا قال سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم، وفي قراءة: إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الإمام البغوي نقل عن بعض العلماء أن هذه الآية في أهل البدع والأهواء من هذه الأمة. إن الذين فرقوا دينهم، يعني فرقوا دين الإسلام وصاروا أصحاب طرق وأحزاب وجماعات. ربنا قال للرسول عليه الصلاة والسلام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست يا محمد يا رسول الله لست منهم في شيء، يعني ما تبقى معهم. ربنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام إنه يبقى مع أي طريقة أو أي حزب أو أي طائفة أو جماعة من الجماعات بنص هذه الآية: لست منهم في شيء. فربنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون مع أصحاب البدع والأهواء في هذه الآية، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما مع أهل البدع والأهواء. وقال البغوي رحمه الله: تقول العرب أنا لست منك في شيء ولست أنت مني في شيء، أي أنا بريء منك وأنت بريء مني. فيبقى معنى الآية: لست منهم في شيء يا رسول الله يا محمد، يعني تبرأ من أصحاب البدع والأهواء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يكون طرفة عين مع أحد من هذه الفرق أو الجماعات من أصحاب الفرق الضالة من أهل البدع والأهواء. وده اللي قالوا الشيخ الغلباوي الصوفي، شيخ جريدة الدار، إن الرسول كان أول صوفي. ودي ما قال براوة الغلباوي المجنون ده، دي قالوا ناس إذاعة الكوثر، الإذاعة الصوفية بتاعت البنات المتبرجات البنططن الكاسيات العاريات. قال: طيبة دار الصوفي، طيبة يعني المدينة، دار الصوفي يعني دار الرسول، بقوا الرسول صوفي، أمشي لها وأطوفي. وما في طواف في المدينة يا صوفي يا مجرم، الطواف في الكعبة في مكة. ربنا قال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الدليل الثاني على كذب الغلباوي الصوفي شيخ جريدة الدار السودانية، الرد عليه من القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني أحزاب وطرق وجماعات،
وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هل ممكن ربنا ينهى عن التفرق وعن اتباع أهل البدع والأهواء ويجي الصوفية يقول الرسول هو أول صوفي؟ ودي قال برضو محمد المنتصر الإزيري، قال إنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان صوفي وقال الفاتح غريب الله وغيره، وده كذب على الله وكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. والصوفية إذا قدرت تعرف التصوف، التصوف هو دين الشرك بالله. أي صوفي ما عاجبه أمش افتح بلاغ جوا عينك يا صوفي. بلاغات حمد الله ما نجحت، إشاعات ما نجحت، مناظرات إن ضربوا فيها الصوفية الضرب وإن جلدوا فيها الجلد بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده الصوفية في البلد دي خلاص ضنبوا مرقة، ضنبوا مرقة. والتوحيد ماشي والله، لقاني واحد شاب مفلفل شعره لينا عامله زي بوب مر بتاع البنجو ذاك، لقاني في محل سوداني بتاع الاتصالات ده كنت ماشي شريحة وما شريحة لقيته أنا بعاين فيه. أول ما جابني سلم عليه بالأحضان قال لي متابعين الشغل أجلدوا صوفية، شغل ماشي، شغل بفضل الله عز وجل ماشي. خليك من ده، واحد واحد سكران في حلقتنا بتاعت السوق المركزي الخرطوم اللي يوم السبت والثلاث، كل سبت وثلاث بعد العصر، في واحد بليد صوفي بيجي لافي في الحلقة ببخور بيقول يا ستي مريم ويا سيدي البدوي، بيجي لافي في الحلقة وبيقول يا ستي مريم يا ستي نفيسة. السكران ده قال لي يا صوفي انت مشرك وخايب كمان تنادي المرأة؟ شوف الدعوة دي مشت كيف، دعوة مشت ماشي جد. عشان كده الصوفية انتو تب في البلد دي بفضل الله عز وجل، والشغل ماشي. اي جامع انا بخش بلقى فيه ورقة يقول لك عفوا ممنوع التحدث في الجامع، بعرف انه في واحد من اخواننا عامل غلبة في الحتة دي، وإلا ما كان علقوا الورقة، لأنه ما ممكن يعملوها لعدسي ولا لغيره ولا لواحد من أنصار السنة. الناس اللي بتتكلم في التوحيد هم دعاة التوحيد، دي نحسبهم بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه الوجوه النيرة، ودي دعوة الأنبياء المرسلين. ماذا قال الغلباوي الضال المبتدع شيخ جريدة الدار؟ قال قال الحديث من عادى لي وليا إلى أن قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. قال لقد بشر الحديث، انتبه للكلام ده وشوف الكفر ده كيف بتاع الصوفية، ده كفر واضح، واضح كفر بواح طب ويلك لك كفر عديل كده. قال لقد بشر الحديث بوعود أخرى هي استجابة الدعاء، كويس الثانية شنو؟ واستبدال الصفات النفسية بالصفات الإلهية السبعة، كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما. قال الحديث ذا كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. قال الولي لما يحصل الكلام ده بيتستبدل صفات النفسية يعني البشرية، يقصد كده هو بالصفات شنو؟ الإلهية. يعني الولي يبقى شنو يا جماعة؟ فيه صفات الله، صفات الإله. ده كفر ولا ما كفر؟ كفر. الرد عليه من القرآن، ربنا سبحانه وتعالى قال فلا تضربوا لله الأمثال. ربنا ما عنده شبيه ولا أحد يتصف بصفات الله سبحانه وتعالى كما هي لله جل وعلا تليق بجلاله سبحانه وتعالى. الدليل الثاني في الرد على هذا الصوفي الضلالي المجرم الملحد الغلباوي، قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بعد الصوفية ولكن الوهابية بيشبه الله بيتجسمه، اللي بيشبه الله منو يا جماعة؟ الصوفية. وماذا براو هنا كتاب النور البراغ ده وده الظاهر المفتوح مع الهوى ده بتاع محمد عثمان المرغني شيخ الطريقة الختمية ومؤسس الطريقة الختمية الضلالية المنحرفة، قال أنا الجليس على العرش المحيط به كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا. قال أنا الجليس على العرش بتاع القادرية، وده الكتاب الفيضات الربانية ده بتاع القادرية، قال ده بتاع القادرية ده، قال وناظر ما في اللوح من كل آية
وما فوقه في كل وقت وساعة. يا ما عدم الكفر ذات ده كفر أكبر من كفر المشركين الأوائل ناس أبو جهل وأبو لهب، ده دين التصوف. ونحن بفضل الله عز وجل ما بناخذ اليوم، والصوفية اللي بقى يتلبطوا يدسوا وراء هذه الصحف والجرائد الفاشلة التي تحارب الإسلام وتحارب دين الله سبحانه وتعالى عيانا. طيب، وده آخر ما قاله الغلباوي. والناس اللي بيمجدوا بالتصوف، ما الغلباوي جريت الدار براهم، وبه أختم، منهم عبد الحي يوسف، ده صوفي بالمناسبة، صوفي وإخواني أخو مسلم السروري تابع لمحمد سرور زين العابدين بن نايف، وهو صوفي وكل موثق موجود، كل موثق موجود. عبد الحي مدح التصوف في الجريدة دي اللي هي جريدة التيار، العدد الثابت 19/8/2017، الصفحة الأولى. ماذا قال عبد الحي يوسف هذا؟ قال: وذكر عبد الحي يوسف أن التصوف الحق من هذا المنهج براء، فالتصوف الحق هو تصوف عباد الله الزهاد الناشرين نور القرآن. في تصوف حق؟ في تصوف حق يا ضلالي يا مبتدع يا ضال يا منحرف؟ وين التصوف الحق؟ التصوف دين الشرك. ما في حاجة اسمه تصوف ناشرين لنور القرآن، كلام ده كذب يا عبد الحي. وهذه الكتب التجانية من أعظم الطرق الصوفية، قالوا إن عندنا صلاة الفاتح ألفناها من رأسنا، قالوا دي أفضل من كلام الله القرآن الكريم 6000 مرة. ده تصوف حق. القادرية قال: ذراعي من فوق السماوات كلها، ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي، وأعلم عدد الرمل كم هو رمرتي، وأعلم عدد الموج كم هو موجتي، وأعلم علم الله أحصي حروفه. ده تصوف حق يا عبد الحي، ده كفر بالله عز وجل أكبر. وتابع جميع الطرق الصوفية الموجودة، ما في طريقة واحدة من الطرق الصوفية إلا هي طريقة شركية تدعو إلى الشرك، وتدعو إلى عبادة البشر وعبادة القبور والتبرك بالقباب والأضرحة وعبادة الشيوخ وترك عبادة الله وحده لا شريك له. ده شغل بتاع أخوان مسلمين وشغل بتاع صوفية. لما سألوا مننا عبد الحي، اسمع الحتة دي والمقطع موجود مسجل، واحد ماشي بالشارع، أحد الإخوان جزاه الله خير لقى عبد الحي يوسف مطرف بعربيته واقف جنب الزلط. واحد، احنا لا قلنا لا سوي كده ولا ما سوي، واحد نحسبه ذو الفاضل، شغل تسجيله ومشى لعبد الحي قال له: ده رسالك. عبد الحي بيسلم على الناس: السلام عليكم. وعليكم السلام. الواد خلاص يعني جاجرين مشهور. المهم قام قال له: عندي لك سؤال. قال له: في ناس ظهروا، ناس مزمل الفقيري وابو بكر وفلان، رايك فيهم شنو النازل؟ عبد الحي قال له: والله يا أخي هؤلاء موجودون في كل دولة، وغالب ظني أنهم مدعومين من جهات عالمية أو تدعمهم جهات عالمية أو كلمة يعني مثلها. نحن بديرنا جهات عالمية؟ نحن ذيل شغالين في حلقة الحي يوسف تدورنا جهات عالمية، ولا أنت يا عبد الحي يوسف بأسماء نتكلم فينا؟ ليه؟ لأنه الشغلة دي كتمت، دعوة دي مشت، خشت بفضل الله عز وجل أي بيت جوه بيت عبد الحي، بيت مين؟ بيت مين؟ بيت مين؟ كله بيت. دق لي واحد من الشيكانيبه اول امبارح، قال لي: انا من كبار شيوخ الشيكانيبه، ومقاطعكم دي دخلت جوه بيوتنا في الشيكانيبه. وقال لي: نحن دايرين نحسمكم، نحن دايرين معاكم مناظره في الشيكانيبه. قلت له: مرحب. طفش ثاني ما جاء. وينه؟ وينه؟ ما قال بيجي. ليه ما جاء؟ عرفته؟ قال: دايرين مع عبد الحي. قام اخونا سال عبد الحي السؤال الثاني، قال له: ما رايك في جماعه الاخوان المسلمين؟ قال: والله لا اعرف. هذا ما كذب يا جماعه. اخر مظاهره بتاعت الاخوان المسلمين بالشعار بتاعهم، عالم كبير الاخوان المسلمون وفيه سيفين، والشعار الفاشل بتاع الاخوان المسلمين، عبد الحي يوسف معاهم قدامه لابس الشعار الشال بتاعه. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.